صوت الشباب تكرم داعميها وذوي شهداء الإعلام في عيدها 15. على أثرها جمعت مئات الشباب وتفردت بمساحة خاصة ضمن الإذاعات السورية الحكومية، فكانت صوتا لا يشبه أحد. وضمن حفل عشاء تكريمي أطل صوت الشباب شمعتها 15 بحضور محبيها وكوادرها وعدد من الشخصيات الرسمية. هذه الإذاعة الشابة ما زالت شابة في عملها وأدائها المتميز، وهي اليوم تحمل رسالة هذه الاحتفالية إيمانا بالمستقبل وإيمانا باستمرار العمل، ونؤكد على أن هذه الإذاعة سوف تستمر بإداء رسالتها الإعلامية والقيام بإداء دورها الوطني من خلال التوجه إلى شريحة الشباب، من خلال رصد طموحاتهم ومشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم، من خلال مجموعة من البرامج المتميزة في هذه الإذاعة. 7 سنوات تعرضت فيها سوريا لأقصى أنواع الإرهاب بما فيه الإرهاب الإعلامي، رغم كل ذلك صمدت إذاعة صوت الشباب، استمرت إذاعة صوت الشباب مع شقيقاتها من الإذاعات ومع شقيقاتها من الإعلام الوطني. مجرد الصمود هو انتصار. استطاعت هذه الإذاعة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في تأثيرها، استطاعت الصمود والتواصل رغم الإرهاب الذي مورس على سوريا بشكل عام. بدورهم أهل الدار كان لهم أمنيات وذكريات في إذاعة جمعت نخبة من الأصوات السورية وشكلت عائلة واحدة مع جميع أفرادها. طلقت بال2002، ما كان في أي إذاعة FM سورية، وطلعت باللهجة السورية، هي اللي نشرت اللهجة السورية أكثر وأكثر، يعني قبل الدراما السورية بين السوريين على الأقل صرنا لما بنحكي مع بعض يفهموا علينا ويصدقونا ويجوا لعنا يعتبرونا نحن مثلنا مثلهم، فنحن صرنا قريبين للناس أكثر. الفصحى حلوة، بس الفصحى بشكل رسمي تماماً، لما بتتوجه إلى أي ناس بشعب أنك تتوجهيهم بلغتهم بلهجتهم ببساطتهم وعفويتهم، طبيعي أنهم يقربوا منك ويجوا لعندك، فنحن اشتغلنا هيك وبالتالي نحن مكملين هيك. أول إذاعة FM انطلقت بفضاء الإعلام السوري، كانت فتحت الباب للإعلام الخاص المسموع، وكانت فعلا هي خليني أقول صوت الشباب السوري الوطني. حكت عن همومه، حكت عن طموحاته، لبت كل شيء بده إياه الشباب. خلال هال15 سنة كان في كتير تغيرات بمسيرة هالإذاعة. صوت الشباب عملت مثل تقاليد للعمل الإعلامي، أو عرفت شو يعني برنامج منوع. برنامج منوع شكلا ولكن مضمونا لا، بيختلف عن هذا الموضوع. اهتمت بالشباب، دخلت أحيانا حتى تجاوزت الخطوط الأحمر بعض الأحيان. ضاع عم تكون على كل فعاليات المجتمع، عم يكون في بث مباشر من صوت الشباب بكل الفعاليات اللي مندعي عليها على مستوى سوريا كلها، وبالإضافة لأنه صوت الشباب هي بتغطي 14 محافظة سورية، يعني كتغطية هي بتشمل كل المحافظات السورية. في كتير إذاعات ولكن ما بتوصل لهالمدى الكبير كله. في نقطة كتير بتميز الإذاعة، هي روح الأسرة الواحدة، يعني مو أنه مثلا يعني في شيء له علاقة مثلا بأنه مدير موظفين وهيك، لا، في شيء بيجمعنا هو الحب والعشق للمهنة بالدرجة الأولى، فبتلاقينا بنشتغل أشغالنا بمحبة بمتعة، يعني مو أنه عبء، لا بالعكس، بمنتهى المتعة والمحبة والتواصل مع الناس، فبنتمنى إن شاء الله هذا الشيء يستمر. بنوجه تحية وسلام. الحفل تضمن تكريم عدد من الشخصيات الهامة والجهات الإعلامية والفنية التي وقفت جانب الإذاعة منذ تأسيسها، إضافة إلى تكريم عدد من ذوي شهداء الإعلام لتطفئ صوت الشباب شمعتها 15، واعدة أن تكون الصوت السوري الذي لن ينطفئ.